سائر تفتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المغرب. تناولت الصحيفة ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية، حيث أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية وتقديم كل الإمكانات المادية والبشرية تضامناً مع الشعب المغربي. حسب ما أوضحه البيان، سيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة. قالت الصحيفة وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية إن الجزائر قدمت تعازيها لأسر الضحايا جراء زلزال المغرب، والتي من الرئاسة الجزائرية ومن الشعب الجزائري في علاقة بالتعاطف مع الشعب المغربي بصراحة حاجة تثلج صدر. تبين لي راهو رغم أن السياسة قد تفرقنا، وحتى كان الحدود مسكر عندها 20 سنة، القلوب معمرها بتسكر بين الشعوب العربية، أن الرئاسة الجزائرية حطت الإمكانيات الكل وفتحت الأجواء مع المغرب، تبين رانا احنا العرب حتى كان في السياسة مواقفنا بين الأنظمة راهي مختلفة، رانا وقت اللي تلز الركب رانا ما نلقاو كان بعضنا، وإن شاء الله تكون هذه الفاتحة هذه ساعات راهي ضر رب ضارة النافع. أنا نؤمن حتى بدبلوماسية الأزمات، معنا إن شاء الله تكون هالأزمة هذه هي فاتحة خير لعودة العلاقات التونسية الجزائرية المغربية، خاطر في المغرب العربي رام احنا ثلاثة دول المكونين للمكون هذا، احنا تونس جزائر المغرب موريتانيا، رانا شعب واحد. كل بلاصه نمشي لها في المغرب العربي نحسوا روحنا معناه بارتي من الشعب هذاك، ما عندناش حتى خلاف لا لغوي لا حتى عاداتنا لا تقاليدنا لا عروساتنا، ما فما مصاهره بيناتنا، فما وقف كيما هذه ما تنجم تكون كانت تبني العلاقات وتمتن العلاقات وتنحي الادران نتاع الناس حبتهم يكونوا هكاك. انا اللي جلب انتباهي مش البيان في حد ذاته، هي سرعه اصدار البيان، معناها مش ناس اللي جات قاعدة تخمم اسكو نعملوه ما نعملوهش. في اول ساعتين ظهر لي خرج البيان، وهذه سرعة اصدار البيان هذا يبين اللي راهم ما خموش برشا، ما خموش في المصالح، ما خموش في الصراعات، ما خموش في العرك والمعروك، خموا كان في إعانة شعب شقيق. اكهو مساء النور. شوفوا عادة أنا ما كنبغيش نعلق على هذا النوع من التعليقات، لكن هذه الخطابات الرنانة وشعارات الجوفاء اللي كتقول بأننا ما محتاجينش التضامن وإحنا مكفين راسنا، ماشي وقتها. دابا وقت التضامن، وأي تضامن أي تآزر أي مساعدة مرحب بها من أي شخص من أي مكان كان، سواء بيناتنا إحنا المغاربة أو من أي جهة خارجية، لأنه دول كبرى أمريكا كندا دول أوروبية ملي كتوقع فيها كوارث كيفتحوا أبواب المساعدة باش تلقاوها بدون أي مشكلة، بدون هاد النخوة الكذابة والشعارات الزائفة. إذا أنا كنقول هاد الناس هادو اللي من نوعية إحنا ما محتاجينش تضامن، يا إما عندك باش تساعد ولا تقول كلمة ديال الخير ولا تعمل شي عملية باش تساعد هاد الناس اللي ميتين ولا اللي تحت الأنقاض واللي ما لاقينش باش ياكلوا ويشربوا، ولا غادي تسكت وتسنى تدوز هاد المحنة وعاد خرج وردد شعارات اللي بغيتي. بغيتكم تشوفوا معايا البارح الزلزال، الناس كيموتوا مساكن في الدواور ما وصلوهمش حتى الماكله، بنادم حدانا هنايا اليوم داير الحفله عيد ميلاد التريتر الموسيقى داكشي مجهد حشومه عيب، وعارف شاد البلاد ولينا عايشين فيها شاد الوسخ شاد الخرا. هيا هنا شوفوا الموسيقى تلاين تتسمع، القيطون ديال التريتر الطوموبيلات حشومه، هاد الشيء بامكانكم ديوهم لهذوك الناس اللي مساكن واصلينهم الزلزال وما لقاو ما ياكلوا. شوها انا تاجلت عيد الميلاد اتفنى الدنيا، وغير البارح 30 ثانية كنلحظة كل شيء غيمشي. إوا أمر الله لكل شوية حقانيا ما لقاو حتى ما ياكلوا، الله يحرق دين الفلوس، ما كانت غير الفلوس هكا الله يشتد دين ما. ترحب بالمساعدات الجزائرية ولكن بالتنسيق مع الجهات المكلفة ووزارة الخارجية، موضحا أن هناك أملا في العثور على مفقودين رغم أن فرق الإغاثة تجد صعوبة في الوصول إلى العالقين في المناطق الوعرة المحاطة بالجبال. ترحب البنات ناري الى احساس ماشي طبيعي، ناري الى احساس وخوتنا وحبابنا وحب الحدود والعداو. انا وغاز الرجل نقول شعرينا راه يديروا فنا 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 الحب، راه عندنا عائلاتنا صحابنا حبابنا من بعد المتابعين ديالي بزاف.